مولاي، مولاي السلطان، في حريق بالقصر. حريق شو؟ في غرفة عم تحترق بالحرملة. مصطفى وينك يا ابني؟ محمد، ولاد السلطان جوا. وينه؟ سلطانة، الله يخليكي لا تموتي. ويا محمد، ويا محمد، ارجعي لورا. محمد، محمد، الحمد لله. حبيبي امي، الحمد لله، شكر لك يا ربي لانك طلعت لساني. حبيبي انت، حبيبي، خلص خلص. يا عمري انت، يا عمري، حبيبي، حبيبي محمد، خلص لا بقى تبكي يا روح قلبي. الحمد لله، الحمد لله. سنبل، شو اللي صار؟ مولاي ما حدا صار له شيء، طمن ولا تقلق ابدا، الشغله انقضت على خير. الله يرضى عليها فيكتوريا، هي البنت هي اللي أنقذت ولاد السلطان. أنا وقت اللي شفت النار شعلة حملت ولادكم وركضت. أنا بعرف مين عمل هالشي. ابنك هو اللي وقع الشمع، مو هيك؟ ها؟ أمك قالت لك تقتله؟ هالشي مستحيل يعمله مصطفى. أنت سممتيني مرة بس ما زبطت معك، وهلأ دورك. لا ترفعي صوتك. زمي حدك أحسن لك. خدي ابنك وروحي على غرفتك. مصطفى تعال عندي. ويام قلت لك روحي على غرفتك. نوم سلامتك يا بطل، ولا يهمك. مو انا اللي شعرت الحريقه والله العظيم، انا بحبه لاخي محمد، انا خبيته من النار. برافو يا مصطفى، شفت البطل كيف حمى اخوه؟ برافو عليك يا مصطفى، لازم على طول تحمي اخوك. الضيوف بدهم يمشوا، روحوا اعملوا الاصول ورافقوهم للباب يا دره. يلا كل واحد على شغله. يلا يا بنات، يلا تحركوا. سنبول تحت أمرك. احكي لي فوراً شو اللي صار. طفينا الحريق إبراهيم باشا، وتركتهم عم ينظفوا الغرفة ويفرشوها من جديد. يا بني آدم، أنا شو بدي بالفرش والتنظيف؟ طمني، المهم ولاد السلطان بخير. نشكر الله ولاد السلطان بخير، ما شاء الله عليهم. سلطانة خديجة، يعني يلي كانوا بالخطبة؟ لا، ما حدا منهم صار له أي شيء، ولما طلعوا الولاد سالمين السلطانة خديجة فرحت كتير، بس فيكتوريا المسكينة انحرقت. هاي البنت يلي أنت ونصوح سلمتوني إياها من فترة، تذكرت؟ اللي بيهمني انه ولاد السلطان بخير يا سنبول. ليش انحرقت البنت؟ دخيل، اسمه هالرب ما اكرمه، لولا هالبنت ما بنعرف شو كان صار بولاد السلطان. هي فاتت لجوا وانقذتهم.
الله.